بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2008 اللي بنقدمها لكم تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. إن شاء الله في ابتداء من الجزء دوت هنبتدي نخش في مفاهيم متقدمة شوية، علشان كده هطلب منكم إن أنتوا الجزء اللي فات دوت تكونوا مذاكرينه كويس وتكونوا فاهمينه كويس، علشان خاطر ما نرجعلوش تاني نكون على طول نتكلم عليه على طول، وما نخشش في الجزء دوت غير لما يكون الجزء اللي فات ال 64 درس اللي فاتوا كلهم يكونوا مفهومين، وكلهم يكونوا خلاص قدرنا ان احنا نلم بكل شيء فيهم قبل ما نخش في الجزء دوت. طيب، درس النهارده متعلق بالجزء بتاع الدوال. الجزء بتاع الدوال، لو نفتكر في محاضرات الدوال انا كنت بقول لكم ان في عندنا نوعين من الدوال. في حاجه اسمها built in functions، دوال اللي هي موجوده جوه البرنامج نفسه اللي احنا شفناها في الكام درس اللي فاتوا. في حاجه عندنا اسمها user defined functions، user defined functions، ودي الدوال اللي احنا بنعملها علشان تعمل لنا او ترجع لنا قيمه معينه. يعني احنا دلوقتي قلنا ان ال البيلت ان فانكشنز، طبعا احنا شفنا ان احنا في عندنا دوال كتير جدا جدا هي اصلا موجوده جوه السيستم فانكشنز، في اكتر من 200 داله موجودين عندنا نقدر ان احنا نستخدمهم، ولكن برضو في دوال احنا ما نقدرش ان احنا نجيبهم من هنا، لازم في دوال بتبقى مختصه بقاعده البيانات بتاعتي اللي انا بعملها، بتبقى حاجة عايز استرجع قيمة معينة، والقيمة ديت انا بجيبها كتير او بستخدمها كتير، فببقى عايز اعمل لها دالة علشان ترجع لي القيمة ديت. زي الفيوز كده، زي ما شفنا في الفيوز ان انا كنت بحفظ فيو او مشهد او استعلام على هيئة فيو علشان اقدر ارجع له، برضو نفس الكلام ممكن انا احفظ فانكشن يجيب لي قيمة معينة وان انا بستخدم القيمة دي كتير او بجيب القيمة دي كتير، عشان كده بعمل له الدالة. طيب، نشوف ازاي ان احنا نعمل دالة، ننشئ دالة. طبعا زي اي حاجة بنبتدي ان احنا ننشئها، بقول له create function، وبعد كده بحط له اسم الفانكشن مثلا my function. وطبعا لازم زي ما احنا خدنا في الفانكشنز، لو نفتكر ان انا الفانكشن بيبقى بقفل، بفتح قوس وبقفله للفانكشن ديت، بيبقى بتبتدي بقوس وبتقفل بقوس. طبعا هنا برضو هقول له use northwind لان انا عايز الفانكشن ديت تتطبق على قاعده بيانات النورث ويند. هنا ما بين القوسين ممكن ان انا بحط حاجه اسمها بارامتر او متغيرات، وممكن ان انا اسيبها فاضيه كده. لو انا محتاج بارامتر يتحط فيها بحط له هنا البارامتر بتاعها، لو انا مش محتاج بارامتر بس لازم افتح قوس واقفله. البارامتر دوت او المتغير بيبقى عباره عن نقدر نقول ان هو بيبقى مكان بيتحجز في الذاكره بتاعت الجهاز لما بفتح البرنامج. بعد كده بمرر له القيم، يعني انا مش عارف القيم اللي هتخش اللي انا عايز ادخلها هتكون عباره عن ايه، فبعمل حاجه اسمها بارامتر او متغير. بعد كده بعدين ببتدي ان انا احط قيمه للمتغير دوت عشان يجيبها لي، زي ما هنشوف ان شاء الله في الدروس اللي جايه. طيب، يبقى انا كده اول حاجه انا بقول له اعمل لي الفانكشن ديت اللي اسمها ماي فانكشن. تاني حاجه بحدد له الناتج النهائي بتاعي returns هنا بحدد له الناتج النهائي اللي انا هطلعه نوع البيانات بتاعته ايه. يعني انا في القيمه ديت انا هطلع دلوقتي نوع بيانات integer، الناتج النهائي بتاعي هيكون قيمه عددية،
فبقول له ان انا الريتيرنز بتاعي هيكون انتجر. بعد كده زي ما شفنا مع الفيو هقول له as، بعد كده بقول له begin. كل دي لغايه دلوقتي keywords. الحاجه الوحيده المتغيره عندي هي كلمه my، اسم الداله. انا مش مرتبط ان انا اسميها اسم معين، ولكن ده التركيب كده انا بستخدمه. طبعا برضو هنا متغير ان انا ممكن ان انا اغير نوع البيانات بتاعتي. هقول له begin مثلا، هقول له دلوقتي return 7 رقم 7، وبقفل الفانكشن بتاعتي بكلمة end. يبقى انا كده عملت دالة. الدالة ديت بسيطة، دالة بسيطة جدا. كل اللي هتعمله ان هي هتكتب لي رقم 7. طيب نقول دلوقتي execute. هنا قال لي commands completed successfully، ان هو نجح في تنفيذ الاوامر ديت. طبعا زي ما قلنا ان في الدوال في الفيوز، اسف، في المشاهد، ان هنا ما بينفذليش حاجه، مش بقول له اعرض لي حاجه، انا بقول له بس انشئ، نفذ لي كوماند او نفذ لي امر، وهو بالفعل نفذ الامر دوت بس، ولكن انا ما قلتلوش يعرض حاجه، عشان كده ما فيش حاجه هنا يعرضها. لو بصينا هنا في قاعده البيانات اللي هي النورث ويند اللي احنا كنا بنستخدمها، تحت الفانكشن هلاقي في عندي حاجه اسمها سكالر فاليو فانكشنز. سكالر value functions دي هلاقي الدالة الجديدة اللي انا عملتها بالفعل موجودة هنا، بقت دالة خاصة بينا. طبعا هنا بيقول لي ان مفيش parameters فيها. طيب عايزين نشوف الناتج العرض اللي انا هعمله بالدالة ديت. هنفتح كده query جديد وهقول له select ممكن ان انا دلوقتي اسحب الداله ديت كده واحطها هنا. هنا في فرق ما بين الداله وما بين الفيو. الفرق ما بينهم ان هنا السكيما ان انا لازم احط سكيما، ولازم في النهايه احط افتح قوس واقفله. لو ما حطيتش السكيما هيقول لي ايرور، ولو ما حطيتش القوس فاضي هيديني ايرور. طب تعالوا كده نشوف. نقول له اكسكيوت، ادي بالفعل عرض لي رقم 7 اللي احنا قلنا له ان دوت الناتج اللي هيطلع من الداله ديت، من الفانكشن ديت. قال لي هنا انه دوت رقم 7. طبعا هنا قلنا الخط الابيض دوت لان لسه هنا الجزء دوت اللي هو الكويري، الجزء اللي انا بكتب فيه الكويري ما حسش بالتغيير، ما حسش ان يعني في حاجه جديده اسمها ماي فانكشن، ما جاتش عنده. فبقول له من هنا من edit intelligence، وبقول له refresh local catch كده. حس بالداله الجديده وشال الخط الاحمر ده. طيب لو نفتكر ان احنا كنا بنكتب في الفيو، كنا بنكتب select ونكتب له اسم الفيو بس، او select all from وبكتب له اسم الفيو. هنا لازم زي ما قلت بعمل له السكيما، بقول له ان ديت دي بي او دوت كذا، ولازم بحط له قوسين. لو شلنا القوسين دولت وجيت قلت له اكسكيوت هيديني ايرور. لو حطيت له القوسين وشلت السكيما ديت وقلت له اكسكيوت، نفس الكلام برضو اداني ايرور. يبقى انا لازم احط له السكيما. نخلي بالنا ان انا لازم احط له السكيما، ولازم احط له افتح قوس واقفله بعد الفانكشن. هنا برضو حاجة تانية ممكن ان هي تديني ايرور، ناس كتير جدا ما تاخدش بالها منها. انا بوريكم بس الايرورز اللي ممكن تحصل علشان نبقى نراجع تاني لو حصل معانا اي ايرور نبقى عارفين الايرور ممكن تكون جاية منين. في عندي ايرور تانية لو قلت له هنا alter، انا عايز بقى اعدل في الفانكشن ديت alter function كذا. قلت له هنا returns int، وجيت هنا حطيت بدل ما احط قيمة رقم حطيت له مثلا قيمة نصية. نخلي بالنا الخطأ ده صعب جدا جدا انه يكتشف. ليه؟ لان انا لما باجي اقول له دلوقتي execute هيقول لي ان الكوماند completed successfully. ما عندوش مشكلة هنا وانا بنشئ او انا بعدل الفانكشن
ان هو دي ان القيمه اللي راجعه اللي هترجع لما بقول له رجع لي قيمه انت وحط له قيمه تكست. ولكن بتفرق هنا طبعا، هنا بقى هيشوف هيلاقي ان ما ينفعش يعمل كونفرتنج ما بين من فارتشار فاليو هاي تو داتا تايب انت، ما هوش عارف يحول من فارتشار لقيمه انتجر او قيمه انت، عشان كده طلع لي الايرور. ولكن وانا بنشئ الداله طبعا يعني صعب جدا ان انا ارجع تاني للداله وابص فيها وبتاع، فدي من الاخطاء برضو اللي احنا بننبه عليها، ان لما تطلع لي القيمه بالطريقه ديت برجع على الفانكشن وابص عليها. الحاجه التانيه اللي انا عايز انبه عليها برضو وعايزكم تاخدوا بالكم منها، لو قلت له دلوقتي في عندي هنا كلمه returns وكلمه return، خلي بالنا returns و return. returns بالاس دي بستخدمها زي ما قلنا علشان اقول له نوع البيانات اللي هيجي، نوع البيانات اللي انا هرجعه او اللي هو هيظهر اللي انا عايزه يظهر. كلمه return بدون اس دي عشان امرر له القيمه، اديله القيمه اللي انا عايزها تظهر لما بطبق الفاليو دوت او لما بطبق الفانكشن الداله ديت. يبقى في فرق عندي ما بين returns بالاس وreturn من غير اس. لو جيت هنا شلت الاس هيديني ايرور، لو جيت هنا حطيت له اس برضو هيديني ايرور. يبقى نخلي بالنا الاولانيه بتبقى باس والثانيه اللي هي ارجاع القيمه بتكون من غير من غير اس. الحاجه اللي بعد كده برضو اللي انا عايز انبه عليها ان احنا ممكن نعمل عمليات حسابيه هنا. يعني لو جيت قلت له ريتيرن مثلا 12 زائد 25 وقلت له اكسكيوت هيقول هنا كوماند كومبليتد سكسسفولي. لو جيت هنا ونفذت الاستعلام دوت هيقول لي ان 12 زائد 25 يطلع لي الناتج اللي هو 37. كده يبقى انتهى الجزء الاول من ال UDF، نسميها ال UDF اللي هي ال User Defined Functions. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.